يعني مثلا فيكم طلاب من الاعزاء في مساق محاسبه شركات اثنين، معكم دكتور احمد العفيفي. ان شاء الله اليوم رح نتكلم في الفصل السادس، الحسابات الختاميه مجال في الشركات المساهمه العامه. طبعا حسب ما كنا درسنا سابقا وحسب ما تكلمنا في فيديوهات سابقه في هذا الموضوع، القانون بيحكي لنا في قانون الشركات انه على الاقل اي تاجر لازم يمسك ثلاث دفاتر، هذول الدفاتر الاجباريه. طبعا درسنا من في دفاتر إجبارية ودفاتر اختيارية. طبعا حكينا في الدفاتر الإجبارية في دفتر يومية العامة لازم الشركة تمسكه، وهذا المقصود في دفتر يومية العامة أن بتسجلوا فيه كل القيود المحاسبية اللي لها علاقة بعمليات الشركة من بيع وشراء وإلى آخره، من الموارد أو من العمليات المالية اللي صارت. الدفتر الثاني هو دفتر صور الرسائل اللي بيبين فيه كل المراسلات اللي صارت في الشركة، بيكون في منها نسخ، لازم هذه النسخ تكون كلها موجودة زي محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمراسلات ما بين الموردين إلى آخره. الثالث هي مش دفتر، هو دفتر الجرد او لو تقرير الجرد والتقرير المالي، هو الميزانيه وقائمه الدخل. طبعا لازم الشركه تطلع على الاقل، لازم تعمل التقرير المالي سنويا على الاقل بيشمل الميزانيه وقائمه الدخل واي افصاحات او اي توضيحات. طبعا كمان القانون حكى انه على الاقل الشركات المساهمه العامه عشان تكون ماشيه من غير مشاكل معها لغايه اول 3 شهور من انتهاء السنة المالية، في الفترة لا تزيد عن 3 شهور لازم نطلع التقارير المالية على الأقل الميزانية وقائمة الدخل. طبعا اللي بيبينوا فيهم ميزانية وقائمة الدخل اللي هي بتبين فيها حساب المنتجات والأرباح والخسائر، ولازم يكون التقرير هذا تقرير مقارن، بمعنى لازم يبين على الأقل سنتين، فأكثر سنتين أو 3 سنين في بعض التقارير اللي هو السنة الحالية وسنتين سابقات بيبين فيهم التقارير، عشان نعرف حالنا كيف احنا ماشيين كمقارن من السنين اللي فاتت لهذه الفتره. بالاضافه كمان انه بكون في اضاحات وتوضيحات، هذه بنسميها اللي هي الافصاحات الماليه، واللي هي بتكون في تحت التقرير او تحت القائمه الماليه، واللي بتبين تفاصيل اكثر عن بعض البنود الموجوده في الميزانيه. هذه بيانات اجباريه والزاميه لازم تطلعها شركات المساهمه العامه وعشان تبين نتيجه اعمالها خلال السنه اللي صارت. طبعا بالنسبه للسنه بنتكلم لو تقرير اعمال في السنه، السنه تبعت شركات المساهمه العامه بالعاده بتبدا من 1/1 ل 31/12 سنه ماليه كامله، طبعا الا اذا كان نفس النظام الاساسي تبع الشركه بنص على انه تبدا من فتره ثانيه. كيف يعني من فتره ثانيه؟ بمعنى بعض الشركات بتبدا من النص الثاني من السنه، بمعنى انه بتبدا من يوم 1/7 بدايه السنه الماليه تبعتها وبتخلص في يوم 30/6. فبعض الشركات زي مثلا في جنوب افريقيا بيستخدموا من 1/4 ل 31/3. المهم انه في النهايه سنه ماليه كامله لازم تكون البيانات الماليه تصدر عن هذه الفتره. بالنسبه للحسابات اللي بدها تطلعها في التقرير اللي بنسميها الحسابات الختاميه، والحسابات الختاميه بتختلف طبعا زي ما حكينا، بتم اعدادها او اللي هي الحسابات اللي فيها المتاجر والارباح اللي بتوصلنا في الاخر للتقارير الماليه، هذه بتختلف من شركه لاخرى حسب طبيعه نشاطها، بمعنى الشركات الصناعيه غير التجاريه غير الشركات الماليه. في الشركات الصناعيه على سبيل المثال احنا بنصنع تصنيع منتجاته الى اخره، فاحنا بنحتاج مواد خام، بنحتاج اجور عمال، بنحتاج مصاريف صناعيه غير مباشره. بينما في الشركات التجاريه احنا بنشتري منتجات جاهزه، فبالتالي مش محتاجين هذه التفاصيل كلها، عشان هيك زي ما احنا شايفين بنلاقيها موجوده في مكان ومش موجوده في مكان، موجودة في مكان مش موجودة في المكان الآخر، مش موجودة في الشركات التجارية. بينما الحسابات الثانية المتاجر وأرباح وخسائر وتوزيع الأرباح هذول موجودين في كل الشركات. في كمان شغلة ثالثة إنه في الشركات كمان بتختلف حسب القطاع، بمعنى هذول الشركات الصناعية والتجارية ممكن يكونوا بقدموا مبيعات بضاعة، فبالتالي شيء ملموس، لكن في أنواع ثانية من الشركات زي القطاع المالي زي البنوك وزي شركات التأمين هذول بقدموا خدمات، فبالتالي بتختلف شكل القوائم المالية، المسميات بس بتختلف الشكل تبع القوائم المالية. خلينا نتكلم أول واحد عن حساب التشغيل اللي هو ببين التفاصيل تبعت المشروع تبعت المنتجات. هذا الحساب بتم إعداده عشان نعرف قديش كلفتنا المنتجات تبعتنا بالضبط، عشان نعرف قديش كلفتنا من مواد ومن أجور ومن مصاريف صناعية غير مباشرة. لو طلعنا في الكتاب على صفحة 304 هنلاقي فيه شكل تقرير كامل، هذا التقرير انتم مش مطالبينكم تعملوه، بس انه مطلوب انك تفهموا ايش البيانات وكيف البنود اللي انعملت وكيف انحسبت اللي هو في هذا الحساب. طبعا حساب التشغيل هذا حساب استاذ زي اي حساب عادي، على الجانب اليمين انا حطت كل المصاريف اللي اندفعت بالكامل، وعلى الجانب الشمال كل المبالغ اللي تراحلت او المبالغ اللي انباعت. طبعا ما فيش احنا بنبيعش المواد الخام والاجور هدول، فبالتالي النتيجه اللي رح تطلع حتطلع على حساب المتاجره في رصيد مدين، بمعنى انه هذه كلها مصروفات. المبلغ هذا بده يروح وين؟ بده يروح لحساب اسمه حساب المتاجره. حساب المتاجره في اخر السنه بياخذ الرصيد تبع حساب التشغيل
وبياخذوا عنده هذا بما يعادل هو البضاعه تبعت تامه الصنعه او تكلفه البضاعه تامه الصنعه. طبعا احنا درسنا في قائمه الدخل اللي هي المبيعات ناقص تكلفه البضاعه المباعه. من حساب التشغيل هنا اللي تطلع النتيجه تكلفه البضاعه نجمع عليها البضاعه تبعت السنه اللي فاتت اللي هي بضاعه اول المده وبنضيف عليه نطرح منه بضاعة آخر المدة وبتم عنا اللي هي المبيعات وبيطلع معانا رصيد تبع الحساب المتاجرة. طبعا حساب المتاجر الرصيد تبعه بيطلع منه النتيجة النهائية إما مجمل ربح أو مجمل خسارة، بمعنى إذا كانت حجم المبيعات كانت أكثر ففي هذه الحالة حيطلع الرصيد عندنا مجمل ربح، إذا كانت حجم الإيرادات حجم المشتريات كانت أو التصنيع كان أكثر بدها رح تطلع عندنا خسارة. في كمان حساب ثاني اللي هو حساب الأرباح والخسائر، وهذا بيكون المكمل لحساب المتاجرة. هون بنحط فيه كل المصاريف الأخرى تبعت المؤسسة، والنتيجة تبعتها بتطلع إما صافي الربح أو صافي الخسارة. طبعا المصاريف بتكون مبوبة حسب ثلاث تصنيفات بالعادة في المؤسسات: مصروفات إدارية زي راتب موظفين، أجار المكتب، القرطاسية، مصاريف البريد تبعت المؤسسة، أتعاب المدققين إلى آخره. المصاريف البيع والتسويق زي عمولات اللي هو رجال البيع، زي مصروفات سيارات النقل، مصاريف نقل المبيعات إلى آخره. المصاريف المالية زي اللي هي المصروفات البنكية أو فوائد السندات أو الديون المعدومة، مخصص الديون المشكوك فيها، كل المصاريف اللي مالهاش علاقة في عمليات البيع. هذا المبلغ كله عبارة عن مصروفات. بنضيف على الطرف الثاني من الحساب، لو طلعنا على صفحة 306 شكل حساب الأستاذ تبع الأرباح والخسائر، على الطرف اليمين أو على الجانب اليمين موجود كل المصروفات تبعت المؤسسة، وعلى الجانب الشمال كل الإيرادات الأخرى اللي موجودة معانا. بتبدأ طبعاً بتاخذ رصيد اللي هو حساب المتاجرة، الرصيد الدائن تبعها، وهذا مجمل ربح بيكون اللي إذا كانت الشركة خسرانة طبعاً، وبنضيف عليه أي إيرادات إجتنا في هذه الحالة، الرصيد بده يطلع معنا في الآخر إما صافي ربح أو صافي خسارة. طيب الربح اللي طلع هذا المفترض انه واحد من اثنين، يا بده يتوزع يا بده ينهجز، ده هيك احنا درسنا. فبالتالي في عندنا حساب اسمه حساب توزيع الارباح. حساب توزيع الارباح هذا برضه حساب حرفي بتوزع فيه كيف بدنا نوزع المبالغ الموجوده تبعت الربح وكيف مبلغ الربح بدنا نوزعه على البنود المختلفه، طبعا حسب اللي هي رؤيه مجلس اداره الشركه وحسب رؤيه الهيئه العامه للمساهمين. لو طلعنا في صفحه 307 حنطلع نشوف كيف توزعت الارباح. في عندنا توزيعات احتياطي اجباري واختياري وحتكلم عليهم بعد شويه تفاصيل اكثر. وفي عندنا كمان احتياطي اجباري واختياري، زي ما حكينا حنتكلم عليهم بعد شويه تفاصيل اكثر. في عندنا مخصصات زي مخصصات التدخل ورسوم الجامعات والبحث والتطوير، هذه كلها مبالغ بتم استقطاعها، مبالغ بتحجز من الارباح قبل ما نوزعها على المساهمين، بنحجزها بعدين المتبقي بنوديه على السنه او بنوديه طبعا على المساهمين. طبعا هذا المبالغ المتبقي يا بنوديه على المساهمين يا بنحجزه بنوزعه شي شي بنخليه للسنه اللي جايه في حساب اسمه حساب الارباح المدوره. حساب الارباح المدوره اللي هو بيكون حساب السنه الماضيه بترحل على هذه السنه، اللي هو المبلغ الفائض عن التوزيعات اللي استقطعت من ارباح السنه الماضيه. وهذا طبعا الارباح ما فيش فيها اي ضرائب. ليش؟ لانه احنا درسنا في قائمه الدخل انه قبل ما نحسب صافي الربح بيكون عندنا صافي الربح قبل الضريبه، نخصم منه الضريبه بصفي عندنا صافي الربح. فبالتالي لما بدي احجز انا مبلغ ارباح مدوره تروح للسنه الجايه، في السنه الجايه مش حخصم عليها ضريبه كمان مره، لانه هو اصلا المبلغ الكلي انا خصمت عليه سابقا. فبالتالي جزء تبع السنه الماضيه انا ما بدي اخصم عليه ضريبه، بس حخصم على جزء الجديد في هذه الحاله. كان مقصود في الارباح المدوره بتنحط على الارباح الجديده وبصير توزيعات او بصير ايش التفاصيل اللي بدنا نحجزه منها. طب احنا حكينا بدنا نحجز منها زي ما طلعنا في صفحه 307 بدنا نحجز منها احتياطي اجباري واختياري. طب ايش من الاحتياطيات هذول؟ احنا في عندنا فصل كامل حنتكلم عليه بعد شوي اللي هو الفصل تبع الاحتياطيات، بس انا بدي حاليا اعرف ايش المقصود في الاحتياطي الاجباري. الاحتياطي الاجباري طبعا هو اللي بموجب القانون لازم الشركه تحجز مبلغ من الارباح قبل ما تبدا التوزيع لاي حدا موجود. فبالتالي ممنوع توزع اي عوائد للمساهمين الا من ارباحها السنويه، بمعنى من ارباح مدوره من السنه الماضيه ولا شيء يتوزع. ثاني شغله، من الارباح السنويه الحاليه لازم كل سنه ينخصم او ينرفع 10%، هذول بسموها احتياطي اجباري، وممنوع تتوزع اي ارباح الا بعد ما ينحجز المبلغ اللي هو ال 10%. طب انت الشركه ممكن تبطل تحجز؟ الشركه ممكن تبطل تحجز ال 10% فقط في حاله واحده، اذا صار عندها رصيد تبع حساب الاحتياطي الاجباري بعادل ربع راس المال تبع الشركه، راس المال المصرف به، ربع راس المال
25% منه او اكثر، يعني على الاقل 25% او ربع راس المال، عشان تعرف انها تستقطع او تحجز من الارباح للاحتياطي الاجباري. طبعا هذا فعلا بيستخدموا، حنتكلم تفاصيل اكثر بعدين في الفصل اللي جاي او في الفيديو اللي جاي، بس حاليا مطلوب نعرف انه بتم استخداماتها اذا احتاجت الشركه انها توزع هذه الاحتياطيات. النوع الثاني الاحتياطي الاختياري، وطبعا هذا احتياطي ما بتلزموش القانون، بمعنى فقط اذا مجلس الاداره قرر انه يحجز مبلغ للتوسعات، للمساهمات، لسداد ديون الى اخره، بمعنى هذا ما فيش له، حنتكلم على اغراضه بس مش في هذا الفيديو، في الفيديو اللي بعديه. طب هذا المبلغ اللي بستقطعه حسب القانون بيحكي بدك تستقطع احتياطي اختياري فيش مشكله، بس على على الاكثر ممنوع انه يزيد عن 20% من صافي الربح. ليش؟ احنا اوريدي حجزنا 10 توبه وهي كمان 20 فبصير 30، هيك كثير. فعشان هيك بيحكي القانون انه ممنوع انه يحجزوا احتياطي اختياري اكثر من 20% من صافي الربح السنوي في هذه الحاله. طبعا الاحتياطي الاختياري زي ما حكينا بيستخدم في اغراض الشركة أو مجلس الإدارة بحددها، وبحق لهم هم أن يوزعوا كمان الأرباح هذه أو وزعوا المبلغ على المساهمين كأرباح إذا ما تمش استغلالها في الأغراض المطلوبة لإلها أو اللي هو تسديدات الديون المطلوبة لإلها. في كمان مبلغ بدهم يستقطعوه من الأرباح اللي هو مخصص البحث والتطوير، وطبعا هذا هو مش إجباري بس أنه القانون ينصح أنه إذا أنت حبيت أنك أنت كشركة تستقطع، وهذه كمان في الضريبة بتاخدوها أنه في الضريبة بخصم من الضريبة أو بعفيك من الضريبة مقابل نفقات البحث والتطوير. بس قديش القيمة تحطها مفتوحة؟ لا طبعا، حسب القانون الشركة المساهمة العامة فقط مسموح لها أن تخصص ما لا يقل عن 1% من أرباحها السنوية، بمعنى ممنوع أنها تكون أقل من 1% من الأرباح السنوية عشان تدعم البحث والتطوير. بس العلم في الضريبة أنه ممنوع تزيد نفقات البحث والتطوير عن 2% برضه كضريبة أنا بتكلم. طبعا حسب القانون كما بحكينا هذا إذا ما صرفناش المبلغ، يعني أوكي حجزنا مبلغ للدعم والتطوير لكن ما عملوش دعم والتطوير، في هذه الحالة أي مبلغ انصرف على البحث والتطوير المتبقي بده يتم حجزه ويتحول لصندوق خاص، هذا بده يتم إنشاؤه لهذا الغرض أو للهدف تبعه اللي هو البحث والتطوير، والنظام تبع الأساسي تبع الشركة بحدد طريقة الصرف لهذه لهذا الصندوق. البند الثالث من الحجوزات اللي هو مخصص ضريبة الدخل، وحسب القانون لازم انه يتم استيفاء ضريبة الدخل من الشركة المساهمة العامة حسب القانون. بس بيتم في نقطة، حسب طبيعة الشركة بيتم استيفاء اللي هو ضريبة الدخل، اذا في ضريبة دخل عادية معروفة اللي بتتروح ما بين 15% لـ 20% دخل الشركات، بس في كمان مبالغ ثانية اللي هي زي الشركات المعفية أو الشركات الغير معفية، في الشركات الحكومية واللي بتطلع بدايا، شركات التأمين، شركات التأمين مثلا إذا بتكلم تأمين على الحياة ولا التأمين العالي، كل واحد لها نسبتها الخاصة فيها. فبالتالي لازم يحسن قيمة الضريبة من الأرباح قبل ما تتوزع على المساهمين أو على الأفراد. في كمان مخصص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وحسب القانون بيسمح لهم انه طبعا المكافأة هي المبلغ اللي بينعطي لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء، وهذا مقابل ان هم حضروا اجتماعات واخذوا قرارات وفكروا وخططوا وطوروا في المؤسسة وكبروا هذه المؤسسة، فإنهم حقيقة انهم ياخذوا نسبة 10% من الربح الصافي القابل للتوزيع بحد اقصى 5000 دينار لكل عضو، بمعنى انه هم لهم 500 10% من الارباح، مثلا الارباح 10 مليون فبيطلع لهم 100000، مش هياخذوا 100000 كل واحد، لا في هذه الحالة انه حد اقصى كل عضو 5000 دينار، هذا الحد الاقصى مقابل انه هو كان يحضر الاجتماعات ويدي قرارات او يساعد في انشاء قرارات سليمه. طب افرض الشركه لساتها جديده ما بدها تربح، اذا كانت الشركه في مرحله التاسيس وما طلعت اي ارباح، في هذه الحاله ممكن حسب القانون انه تتوزع مكافاه سنويه بما لا يزيد عن 1000 دينار لكل عضو. هذا اذا كانت الشركه لسه في التاسيس اكيد ما بدها تربح. طب افرض الشركه كانت بتخسر بياخذوش فلوس؟ المفروض ما ياخذوش فلوس، بس هو لا، هم لانه بيشاركوا برضه في القرارات، لانه قراراتهم في النهايه طلعت بخساره، بس في حال انه كانت الشركه بتخسر بتم تعويضهم 20 دينار عن كل جلسه بما لا يزيد عن 600 دينار سنويا. فبالتالي هم هيك حياخذوا فلوس اللي هي مكافاه بدل عضويه مجلس الاداره، بدل اللي هي الانتقالات وهذا الكلام، فهذا الكلام بياخذوه مقابل. طبعا في كمان بدلات للانتقال والسفر لرئيس مجلس الاداره عشان يعقد اتفاقيات واشياء، وهذا بيتم برضه خصمها من ارباح الشركه.
طيب في تكلمنا في تم عندنا في نقطة أخيرة نتكلم عليها اللي هي الميزانية العمومية، وهذه طبعا تكلمنا عليها كتير سابقا بس أنا بدي أوضحها كمان مرة إنه في القوائم المالية تبعت شركات المساهمة العامة. من أول شيء نفهم إنه الميزانية العمومية أرصدة غير مقفلة، بمعنى أرصدة بتخلص 31/12 بتدور على 1/1 بالأرصدة الجديدة. عملية التبويب في الميزانية العمومية بتكون حسب درجة السيولة، بمعنى بتم التبويب في الميزانية العمومية من الأقل سيولة إلى الأكثر سيولة، تمام؟ من الأقل سيولة إلى الأكثر سيولة. فلو جينا نرتبهم مثلا في الأصول أو بسموها الموجودات، لو جينا نقسمهم أول شيء بتكون من الموجودات أو بتكون الأصول مرتبة بشكل مستقل، مجموعات مستقلة اللي هي أصول ثابتة أو طويلة أجل، أصول متداولة، أصول غير ملموسة، الأصول الأخرى إلى آخرها، دي بتكون مصنفين بالكامل. طبعا الأراضي والمباني والاستثمارات هذول في حال إنه ممكن إنه يصير فيهم إذا كانت قيمتهم يعني إذا كان عددهم مش كتير وقيمتهم مش كتير كبيرة، في هذه الحالة ممكن إنه يصير عملية دمج لكل البنود في بند واحد أو في قائمة واحدة، بس بشرط ممنوع إنه يكون في إلها تأثير على بيانات الميزانية. بالنسبة للبضاعة نفس الكلام، بتكون اللي هي بضاعة إذا كانت شركة صناعية لازم نفصل بضاعة تمت الصنع وبضاعة تحت التشغيل ومواد خام بالكامل. بالنسبة للاستثمارات لازم يكون في تفصيل إذا كان في استثمارات خاصة في استثمارات عامة إلى آخره. مصاريف التأسيس لازم تكون موجودة في بند مستقل، لأن هذه مصاريف التأسيس من ضمنها بيكون في بيانات اللي هي مصاريف التأسيس وبيانات رأس المال. هذا بشكل عام بالنسبة للموجودات. بالنسبة للالتزامات نفس الكلام، بتم تفصيل عن الالتزامات وحقوق الملكية، بتم تفصيل رأس المال أول إشي وبنحط فيه رأس المال الاسمي ورأس المال المصدر أو المكتتب به ومجموع كل المبالغ اللي ما سددت وصافي رأس المال المدفوع، بمعنى بنحط فيه كل البيانات تبعت قائمة حقوق الملكية بالكامل. طبعا هذا كان لو أنت فتحته على صفحة 313 رح تلاقوا كل التفاصيل هذه موجودة بالكامل كيف موزع المبيانات اللي موجودين عندي. بالنسبة نرجع كمان مرة في رأس المال، في عنا قسم الثاني اللي هو الاحتياطيات. الاحتياطيات من ضمن حقوق الملكية، فبالتالي لازم تبين في بند مستقل مش من ضمن رأس المال المبلغ تبعها، فلازم يكون في عندنا احتياطي إجباري زي ما حكينا 10% بتكون من صافي الربح، احتياطي اختياري هذا بحد أقصى زي ما حكينا 20%. هذول البندين لازم يكونوا موجودين من ضمن حقوق الملكية. أما باقي الالتزامات زي ما أنتوا درستوا في مبادئ المحاسبة بتكون كلها تحت بعض الالتزامات، طبعا بتتقسم حسب طويلة الأجل وقصيرة الأجل في هذه البيانات. بهيك بنكون خلصنا هذا الفصل. طبعا احنا المثال التطبيق مش رح ناخذ اللي هو امثله عمليه في هذه الجزئيه، فقط حنلتزم في الجزء النظري من هذا الفصل. اذا عندكم اي سؤال او اي تعليق ما تنسوا تكتبوا لنا اياه في التعليقات، وما تنسوا تعملوا اشتراك في القناه عشان يصلكم كل الفيديوهات المتعلقه في هذه الماده. كان معاكم دكتور احمد العفيفي ونشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. يعطيكم العافيه.